طيب السلام عليكم يا شباب، تحية طيبة لكل السودانيين داخل وخارج أرض الوطن، تحية بتاعت حب واحترام. كلنا تابعنا في الأسبوع الماضي احتغال علي الحاج، اللقاءات الصحفية اللي بيعملها حزب المؤتمر الشعبي. فسبحان الله، يعني سبحان، يعني الإنسان الطبيعي والإنسان السوي والإنسان القويم، الإنسان العادي ده بيتعلم من الأخطاء بتاعته. يعني أي واحد فينا نحن بيخطئ، أي مواطن أو أي سوداني مهما بلغت درجته العلمية أو درجته الوظيفية بيخطئ، لكن في الزول اللي بيتعلم من الاخطاء بتاعته، وفي الزول اللي بيتعلم من مسار الحياه هو ماشي كيف. لما انت تكون واقف تقول والله يا اخي الخضه ما صح، انا احسن انضم الى الخضه، تمام. الاحتغال بتاع حزب المؤتمر الشعبي ده احتغلوا قبل يومين، قبل يومين ما تم 48 ساعه، طوال حزب المؤتمر الشعبي طلع لقاءات صحفيه، لقاءات تلفزيونيه. يعني زول ما تم 48 ذاته، يعني ما قعد يومين ثلاثة ولا أربعة، ما عادي. دي ما سياساتكم ودي تربيتكم يا حزب المؤتمر الشعبي يا حزب الترابي. طلعوا طوالي حزب المؤتمر الشعبي وطلعوا يتكلموا ويجوطوا وإنه دلع عدالة وإنه ده نحن مقصودين ونحن ما عملنا حاجة ونحن كنا معاكم في المعارضة ونحن كنا بندعم الثورة، وإنه يا أخي أنتوا في حاجات أولوية وأهم، أنتوا شوفوا الاقتصاد أول حاجة قبل ما تحاسبوا لينا، والزول ده كبير في السن والزول ده ما بيستحمل، والزول ده جابوه ودوه وعملوا له وسووا له، وتناسوا تماما يا جماعة. الناس ما عارف هل هي بتتغابى ولا بتتزاكى على الشعب السوداني، نسوا تماما إنه في ثورة طلعت في 13 ديسمبر. الثورة دي لما بدأت 13 ديسمبر كانت فرصة كافية لكل الاحزاب، احزاب الفكه اللي احنا بنقول دي احزاب فكه بتاع مفتوح، مفتوح لاي حزب من الاحزاب السياسيه انه يتلب من المركب بتاعت المؤتمر الوطني وينضم الى الثوره وينضم الى الشارع السوداني. ثوره طلعت من 13 ديسمبر، من 13 ديسمبر احسب شهر ديسمبر واحسب شهر يناير واحسب شهر فبراير واحسب شهر مارس واحسب شهر ابريل، خمسة شهور تقريبا ثورة كانت مدورة، سقط ما سقط من ابناء الشعب السوداني، تعرض الى البومبام ما تعرض من ابناء الشعب السوداني. فرصة كافية كانت لحتى الاحزاب المؤتمر الشعبي ده اللي هم طلعوا يتباكوا ويسكلبوا على احتغال شخص واحد، كانت فرصة كافية بالنسبة لهم انه ينضموا الى الثورة السودانية، ويجي يقول لهم يا اخي نحن يا ابناء الشعب السوداني تعالوا معاكم اسقاط النظام بتاع المؤتمر الوطني. لكن يا مؤتمر شعبي والشعار بتاع اي كوز ندوس ودوس، المشكله انه في ناس ما فاهمين الشعار ده معناته شنو. نحن لما نقول اي كوز ندوس ودوس ما قاصدين المؤتمر الوطني، ما قاصدين حزب المؤتمر الوطني وعمر البشير، حاسبين اي كوز ابتداء من كبيرهم الذي علمهم السحر الترابي بما فيه حزب المؤتمر الشعبي، انتوا خاشين في الشعار بتاع اي كوز ندوس ودوس. طال الاجل ام قصر حتدوسوا بالقانون، طال الاجل ام قصر. اذا قوى الحريه والتغيير او الاحزاب السياسيه كانت متسامحه معاكم، اذا المجلس العسكري متسامح معاكم، طال الاجل او قصر اي كوز حندوسوا دوس. فيا مؤتمر شعبي كانت عندكم الفرصه الكافيه من 13 ديسمبر لحد اعلان سقوط عمر البشير، اللي هو نحن لحد الليله كطوار ما مقتنعين انه عمر البشير هو سقط، لحد الوقت اللي بنتكلم فيكم ده ما مقتنعين انه الثوره كملت الاهداف بتاعتها. عوضا من انكم تنضموا الى الشارع السوداني يا حزب المؤتمر الشعبي اللي بتتباكوا على علي الحاج الزول البلغ من العمر عتيه، قبل ما تجوا تنضموا كنتوا لا كنتوا بتصرحوا في الاعلام وبتصرحوا في التلفزيون انه المركب بتاعت الانقاذ اذا سقطت حتسقط معاها. ده كلام قاعد في الصحف السودانيه موثق للاجيال الى ابناء الشعب السوداني. لما الشعب السوداني كان يتحرك في المواكب بشعار تسقط بس، لا كلام ولا نقة ولا تعالوا مفاوضات وتعالوا نقعد، كان الشعار بتاع الشعب السوداني تسقط بس وسقط ما سقط من ابناء الشعب السوداني. شاركت يا مؤتمر شعبي في الثورة وفي الاحتياجات الطلعة دي، ما شاركتوا فيها، بل انكم جيتوا وعملتوا مؤتمر صحفي، جبتوا مبادرة عشان تكون مخرج الى عمر البشير، والمؤتمر قاعد جيتوا بمبادرة بتاعت وفاق وطني. يا جماعة يا ثوار تعالوا اقعدوا،
نخش في فترة انتقالية. رئيس عمر البشير شعبي كان بيقول تسقط، بس جيته قلت له يا أخي نخش في فترة انتقالية رئيس عمر البشير. إلى يوم سقوط عمر البشير أنتم مواقفكم في الثورة السودانية شو يا مؤتمر شعبي؟ دي خلوها بالجنب، تعالوا أنتم الليلة بتتباكوا على على الحاج عشان احتغلوا 8 يا ما أشوفوا النازل عليك الله. زول تم احتغاله 8 ما تم 48 ساعة، زول شالوه من بيته معزز مكرم ما تم 48 ساعة، ما قدروا يستحملوا انه يكونوا في المحتغلات دي 48 ساعة، وهم اللي بنوا المحتغلات دي وهم دمروا الشعب السوداني 30 سنة. ما بنقول انه دي اخطاء نظام المؤتمر الوطني، بنقول دي اخطاء الترابي واخطاء الكيزان. كيزان مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني، 30 سنة يا مؤتمر شعبي ابناء الشعب السوداني كانوا بيخشوا المحتغلات بالليالي وبالايام وبالشهور، وين كان صوتكم ده؟ 30 سنة من ابناء الشعب السوداني كانوا مهجر في دول العالم الخارجية، والليلة جزء من ابناء الشعب السوداني كانوا يختلوا بالطائرات في دارفور، وين ما سمعنا لكم صوت ولا مؤتمر صحفي جيتوا طلعتوا وقلتوا يا اخي بيموتوا في دارفور دي ابناء شعب سوداني؟ كم واحد من ابناء الشعب السوداني خش المحتغلات دي ومات فيها؟ وين صوتكم يا مؤتمر شعبي يا كيزان؟ زعلانين انه رئيسكم ده ولا الزول البلغ من العمر عتية ودوه سجن كوبر، والاوضاع في سجن كوبر ما كويسة والدنيا سخانة وفي بعوض وعنده حساسية ولا عنده كيف؟ تحمدوا ربكم انكم انتوا خشيتوا سجن كوبر، لانه كانوا ابناء الشعب السوداني بخشوا ثلاجات الموز ولا نسوتوها في موقف شندي، كان ابناء الشعب السوداني بدخلوهم ثلاجات الموز يموتوا تحت وطأة التبريد. انتوا جايين الليله تتشاكوا وتتباكوا وتقولوا انكم انتوا كنتوا معانا في ثوره، لا الشعب السوداني ده ما قبيل، مشكلتكم انتوا يا 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 اسلاميين متزاكين على ابناء الشعب السوداني وقايلين انكم انتم بتفهموا اكثر من ابناء الشعب، لا انتم شركاء مع نظام المؤتمر الوطني، شركاء معاه في اي جريمه تم ارتكابها خلال ال 30 سنه. نحن ما بنتكلم على انقلاب عسكري، انقلاب عسكري ده لو هو فعلا في قضاء حقيقي الصادق المهدي المفروض يكون قاعد معكم جوا المحتغلات، لو كان في قضاء حقيقي فعلا كان الكباشي ده، الكباشي نحن بنتكلم عنه ده كان نائب عمر البشير او الحرس بتاع عمر البشير. فما تتباكوا ولا الشعارات الدينية اللي انتوا الايام دي بترددوها انه الدين والاسلام، لا الشعب السوداني 40 مليون نسمة ما مستني مؤتمر شعبي يعلموا الصلاة والصوم، عارفين الدين شنو، عارفين الاسلام شنو، وعارفين واجباتنا شنو، عارفين حقوقنا شنو. عشان كده بنقول لكم اي كوس ندوسوا دوس بالقانون وحتداسوا حتداسوا بإذن الله سبحانه وتعالى ستداسوا. إذا المجلس العسكري كان متواطئ معاكم، وإذا قوى الحرية والتغيير متواطئة معاكم، حتداسوا بأيدي الثوار. ومفروض تكونوا سعيدين جدا إنه نحن لحد الليلة ما قلنا إسقاط حزب المؤتمر الشعبي، لحد أسف بنتكلم عن حزب المؤتمر الوطني، حل حزب المؤتمر الوطني، لكن تطلعوا في لايفات وتهددوا أبناء الشعب السوداني وتوعدوا أبناء الشعب السوداني وإنكم أنتوا حتعملوا حتسووا، لا ما حتقدروا يا مؤتمر شعبي ولا عندكم الكوادر اللي بتأهلكم إنكم تعملوا حاجة. موكب موكبين متحرك إلى دار حزب المؤتمر الشعبي وعزة جلال الله إلى أن يرث الله الأرض ما تمارسوا سياسة في السودان، والله إلى أن يرث الأرض ما تمارسوا يا مؤتمر شعبي سياسة في السودان. احترموا نفسكم، وإذا الزول ده مذنب خليه يدافع عن نفسه، وبعدين أصلا هو ما تم 48 ساعة يا أخي خلوه يتم أسبوع. ما خيانين من نفسكم إنكم طالعين وتطالبوا بإطلاق زول ما تم 48 ساعة، خليه يقعد لشهر. ما أبناء الشعب السوداني ده خشوا محتغلات بالسنين. نفس الشعارات الدينية ما حتنطلع على أبناء الشعب السوداني تاني، لأنه الجيل الطلع المشكلة يا جماعة، الجيل الطلع في 13 ديسمبر ده ما هو الجيل اللي كان نفس الجيل لما جاء عمر البشير على ظهر الدبابة، ده ما نفس الجيل لما جاء الترابي قال لعمر البشير أذهب إلى القصر رئيسا وأنا سأذهب إلى السجن حبيسا، المسرحية المعروف. الجيل الطلع في 13 ديسمبر ده جيل واعي وعارف حقوقه وواجباته، وطلع عشان مطالب محددة
وصريحة اللي هي بناء الدولة السودانية، تحقيق الأمن والسلام والعدالة، تحقيق دولة المواطنة. دولة المواطنة دي شعارات انتوا ما بتعرفوها. دولة المواطنة الجيل الطلع ده ما حتقدروا تلعبوا عليه بنفس الشعارات الدينية. ولو انتوا بتتعلموا من اخطائكم كان تعلمتوا من عمر البشير ده. 200 سنة كان حاكم الناس بشنو؟ بالكذب، بالخداع، بالعنصرية، بالشعارات الدينية، لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء. جايين بعد 30 سنة بعد ما نظام المؤتمر الوطني سقط جايين تمارسوا نفس الشعارات، الدين الإسلام، الدين الإسلام، هؤلاء كفرة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء علمانيين، هؤلاء، لا ما حتقدروا، ما حتقدروا، وحتداسوا بالقانون. دي النقطة الأولى، نمشي منها، نمشي إلى النقطة الثانية. الحديث الناس كلها بتتكلم عن انتخابات مبكرة، ما انتخابات مبكرة، حكومة حمدوك حتقدر تقود البلد للثلاثة سنة، العساكر هم شركة، العساكر ما شركة. بنتكلم على ثورة شعب، شعبي ده انا بتكلم على الشعب المستقل، ما احزاب سياسية. بنتكلم على ثورة بتاعت شعب واعي، جيل اصطدمت الثورة بتاعته باطماع الاحزاب السياسية والتحالفات الاغليمية والخارجية والتحالفات داخل السودان، واصطدمت باطماع العساكر. ده الجيل الطلع في 13 ديسمبر. نثبت على حقائق ونثبت على نقاط نقطة ونمشي لقدام عشان نكون نحن ماشيين مستندين على نفس النقطة. الثورة السودانية بدت، من الذي بدأ الثورة؟ من الذي قاد الثورة؟ من الذي دعا إلى الثورة؟ دي حقائق لابد ان احنا نثبتها عشان نمشي إلى خطوة لقدام. الثورة بدوها أبناء الشعب السوداني وطلعت من الشوارع السودانية ابتداء من الدمازين، تصاعدت إلى عطبرة، سنار، النيل الأبيض، إلى أن وصلت إلى الخرطوم. ثورة كانت بدايتها ما مركزية، ثورة لا مركزية، بدت في الأقاليم وتصاعدت إلى أن وصلت الخرطوم. ثورة من الذي قاد؟ قاد أبناء الشعب السوداني. يا جماعة ما في زول واحد دارين قيادة، لا، الثورة السودانية اللي بنتكلم عنها دي ثورة قيادة جماعية. المشكلة الأحزاب السياسية ما قادرة تفهم ما معنى القيادة الجماعية. أحزابنا السياسية اللي هي الليلة بتمثل قوى الحرية والتغيير دي أحزاب بالعقلية القديمة. من هو قائد حزب الأمة؟ الصادق المهدي. منذ أن نشأنا وإلى الآن قائد حزب الأمة هو الصادق المهدي. إذا مشينا، من هو قائد حزب المؤتمر السوداني؟ الدقير. دي الرئاسة، ده اللي بيوجه الناس. لا، الثورة السودانية بدت ثورة قيادة جماعية، توحدت في المطالب. يعني ناس الدمازين طلعوا عشان مطالب شنو؟ غلاء المعيشة، عدم توفر الحياة. ناس عبرة طلعوا لعكس المطالب، حرية، سلام، وعدالة. لما وصلت في الخرطوم وصلت بشعارات الليلة تسقط بصر وصل عساكر الرأس. دي ثورة بدت عندها مطالب، جيل واعي ما حيتغشى من أحزاب سياسية، من عساكر، من غيره من الأطماع. الثورة اصطدمت بأحزاب سياسية، أحزاب السياسية الليلة اللي بتقود قوى الحرية والتغيير هي أحزاب سياسية. لما نجي نتكلم عن الأحزاب السياسية لابد انك ترجع على الماضي لا، دي أحزاب عندها أطماع وما عندها مشكلة مع نظام المؤتمر الوطني. ممكن تشارك الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم ده ممكن تشاركه لو كان دكتاتور ولا قاتل ولا مغتصب، بتخط يده معاه على أمل إنه تتشارك معاه السلطة. دي أحزابنا السياسية ابتداء من الصادق المهدي، ابتداء من غيره من غيره من غيره. أحزابنا السياسية ذات أطماع خارجية. يعني حزب الأمة، هل هو الرأي حزب الأمة منموط بالصادق المهدي؟ لا، الصادق المهدي تحرك أجندة خارجية. صادق المهدي الرجل الكبير الذي بلغ العمر عتية ده بتلفون من الإمارات من السعودية بينفذ المطالب. حزب المؤتمر السوداني اللي هو خالد سيدك طالع حي، هل هو حزب وطني؟ اللي هو حزب ذات أجندة خارجية يأتمر بأمر السعودية والإمارات، لأنه دي الدول اللي هي داعمة يا زول اللي كان بكافح طول سنين الكيزان غير الأحزاب. منو أنت؟ ما قريت جامعة؟ الحمد لله يا عبد اللطيف، قريت جامعة، قريت أساس وسانم وروضة، وقريت جامعة
واحتكيت مع الاحزاب واشتغلت مع الاحزاب تمام. ما تقول لي منو كان بناضل 30 سنة ديل هم الشعب السود ديل هم الأحزاب السياسية، وعيب عليك إنك تقول الكان بناضل 30 سنة هم الأحزاب السياسية، عيب إنك تقول الكلام ده إنه الكان بناضل 30 سنة هم الأحزاب السياسية، عيب الكلام ده تقوله في وقت إنه في شهداء الحركات الطلابية. نسيت شهداء الحركات الطلابية؟ أي جامعة من جامعات السودان قدمت شهيد مستقبل الأحزاب السياسية تمام. الشارع السوداني ده كان بيقدم شهيد ورا شهيد ورا شهيد الى سقوط عمر البشير. تعال احسب الرياضيات جمله، تعال احسب جيب ورقتك وقلمك وريني حزب الامه قدم كم شهيد في الثوره دي ما حتلقى زيرو. وريني حزب المؤتمر السوداني قدم كم شهيد واحد في الثوره دي حتلقاه زيرو. وريني حزب المؤتمر السوداني ولا البحث ولا غيره وغيره جيب لي منهم شهيد واحد بس. خلي التاريخ ابدا لي من 13 ديسمبر قدم لي شهيد واحد ما حتلقى. الشهيد عبد العظيم منو شهداء اندرمان شو اي الثوره دي قدمت كم شهيد كم شهيد لحد الليله. ما تجي تقول لي ولا راح اقتنع ولا حتقدر تغني عنا الشعب السوداني انه الكان بناضل 30 سنه دي هم الاحزاب السياسيه، ولا حتقدر تقول لي انه الذي قاد الثوره دي الاحزاب السياسيه. امسكها واحد حزب الامه، اذا انت تتبع الى حزب الامه، حزب الأمة كان يدعو إلى الهبوط الناعم وشراكة مع نظام المؤتمر الوطني، وده كلام قاله قائد الصادق المهدي إنه نحن حنخش في مساواة وما حنسلم عمر البشير. نقطة أولى ثبتت، بدت الثورة في 13 ديسمبر. رأي رئيس حزب المؤتمر حزب الأمة كان شنو؟ كان يصف الثورة السودانية في الشوارع ببوخة بتاعة مرقة. دي أنا حاجيك القيادة ما القيادة تمام؟ بوخة بتاعة مرقة. دعال امسك لي حزب الامه كان عنده مفاوضات مع نظام المؤتمر الوطني في اديس ابابا، والمفاوضات دي وقفت في شهر 3 بعد مرور شهرين من الثوره السودانيه. انتهي من حزب الامه. حزب المؤتمر السوداني كان يدعو الى انتخابات 2020، عارفين انه هي انتخابات الخج، انتخابات التزوير، عارفين انه عمر البشير حيجي ثاني في انتخابات 2020. ده حزب المؤتمر السوداني ودخل السلك كان بيدعو لانتخابات 2020. تجي تتكلم لي عن موضوع القيادة ما القيادة وانه خشوا محتغلات. الترابي خش محتغلات، رئيس حزب المؤتمر الشعبي تم احتغاله قبل يومين ده خش محتغلات، زنون خش محتغلات، خش محتغلات، اتفه خلق الله اجمعين خشوا محتغلات. هل حاجي انا اقول انه الذين خشوا المحتغلات ده هم الاكثر نضالا؟ لا ما حاخذها كده، حاخذها بمواقفها. ثورة بدت من الشارع السوداني في وقت الأحزاب السياسية كانت تغرج خارج السن، دي حقائق نثبتها، ما نزور التاريخ لمصلحة حزبي وحزبك، لا، ده تاريخ لأجيال أجيال أجيال أجيالنا. ما في صوت تقدم الصفوف في الأحزاب السياسية. هل 13 ديسمبر شفت الصادق المهدي قائد موكب في أم درمان؟ هل شفت مريم الصادق المهدي قائدة موقف في الدمازين؟ هل شفت الدقير قائد موقف في 13؟ لا لا ما حتلقى ما حتلقى. فده بزول شاني من الكلام لأنه كلام كان مستفز يعني. منو كان بناضل ومنو؟ طيب الشعب السوداني الخشوا محتغلات والماتوا ديل منو يعني؟ نسبة الأحزاب السياسية في السودان كم؟ فدي ثورة الشارع السوداني. أطماع الأحزاب السياسية هي الوصول إلى سؤدة الحكم وما عندها مشكلة مع نظام المؤتمر الوطني. فبنلقى مثلا حزب الأمة، مثلا حزب الأمة بتلقاه إنه عمر البشير كان يكرم الصادق المهدي. بنلقى إنه بيت الصادق المهدي ما البيت البعيد أبناء خالانه أبناء عمامه، لا بيته المغربة. بنلقى إنه أولاد الصادق المهدي هم جوا القصر الجمهوري مع عمر البشير، جوا القصر الجمهوري. بنلقى انه الصادق المهدي، ارجع الى تاريخ الصادق المهدي، هل كان يدعو الى اسقاط النظام؟ لا، لانه عنده مصالح مع نظام الحركه الاسلاميه، لانه تفكير الصادق المهدي هو التفكير الاسلامي. وارجع الى خطاب المؤتمر الشعبي كان قبل يومين قاله السنوسي، بتلقى انه السنوسي والله حصل في الخطاب قريت بين الاسطر، السنوسي قال انه الحريه والتغيير هي اجسام علمانيه ويساريه وتشمل و و و و و لكن ما ذكر لك حزب الأمة ولا ذكر لك الأحزاب اللي هي من خلفية إسلامية. دي من موضوع الأحزاب السياسية، عندها مشاريع مشتركة مع النظام ده.
احزاب عندها شركات خاشه في نظام المؤتمر الوطني. لو جينا تكلمنا عن ابراهيم الشيخ اللي هو رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، بنلقى انه هو يعني صديق صالح بوشي، يعني بنلقى انه هو صديق البرهان، بنلقى انه هو عنده مصالح. يعني ابراهيم الشيخ ده من اكثر الناس الراسماليه في السودان. الناس بتتكلم على صلاح ادريس انه زول عنده اموال، الناس بتتكلم على جمال الوالي انه عنده قروش، الزول ده عنده اموال. الزول ده كان قادر يشتغل وبياخذ عطاءات زي عطاء بتاع اسواق ام درمان، ده عطاء وقع عليه. فدي مع الاحزاب السياسيه اللي هي اصلا الاحزاب السياسيه دي بدت مشروع قبل ما تكون في ثوره، قبل ما تكون ثوره الاحزاب دي خشت في مشروع اللي هي مشروع المصالحه الوطنيه مع نظام المؤتمر الوطني. بدوا في الموضوع ده من 2017 و2018، يعني قبل سنتين من الثوره الاحزاب دي كان عندها مشروع مساومه وطنيه مع نظام المؤتمر الوطني. عشان كده بتلقى انه الصادق المهدي كان بيدعو الى مصالحه وطنيه، انه عمر البشير ده يا جماعه المحكمه الاباده الجماعيه، تعالوا نمشي دارفور نجيب المتضررين ندفع لهم قريشات، امسك 5 مليون ديت ولدي كم 10 مليون، نعمل مصالحه وطنيه ونقفل ملف الاباده الجماعيه في دارفور. ده كلام الصادق المهدي كان بيقوله ويصرح ويقوله مرارا وتكرارا. عشان كده بنلقى انه الصادق المهدي كان يرفض تسليم عمر البشير الى المحكمه الجنائيه. ده الصادق المهدي عنده تسجيلات وعنده روايات وعنده خطابات نشرت في صحيفه الشرق الاوسط، خطابات من الصادق المهدي لعمر البشير. كان ده الصادق المهدي كاتب لعمر البشير انه يا اخي تعالوا خلونا نخش في مصالحه وطنيه ونحن حنشوف لكم ممر امن، ما حنسلمكم وغير وغير وغير. لما نجي لحزب المؤتمر السوداني اللي هو قيادي من حزب الحريه والتغيير، بنلقى انه ده حزب ما عنده مشكله مع نظام المؤتمر الوطني، كان عنده مشكله واحده انه منع عمر البشير للترشح في الانتخابات 2020. يعني ما عنده مشكله مع نظام المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه. حزب المؤتمر كان مشكلته شنو؟ عدم ترشح البشير للمحكمه للانتخابات. مثلا لو جابوا نافع على نافع، هل كان حزب المؤتمر السوداني كان حيرضى؟ مثلا لو كان جابوا غندور ولا جابوا اي كوز من الكذاب غير عمر البشير، هل كان الحزب ده حيرضى؟ والحزب ده هذا اوريدي بدا مشاريعه مع نظام المؤتمر الوطني، خشوا في المساومات بتاعتهم، كانت عندهم لقاءات في اديس ابابا، قعدوا كنداء سودان، مساومه وطنيه وغير وغير وغيره. دي اطمع الاحزاب السياسيه بس انتم كلكم شايفينها، ده كلام انا ما كلام جايبه من بعيد. ففي حين انه الاحزاب دي كانت عندها فرصه، يعني سبحان الله بنقول انه المواطن السوداني كان بعيد كل البعد من الاحزاب السياسيه وما عنده علاقه بالاحزاب السياسيه، من عمائل الاحزاب، ما من عمائل المواطن. الاحزاب السياسيه كان عندها فرصه انه تقود الثوره دي قياده حكيمه. بتقول قصدك شنو قياده حكيمه؟ قياده حكيمه لتنفيذ الثوره. يعني كانت الاحزاب السياسيه ممكن تمسح كل العار بتاع الماضي وتبدا صفحه جديده اذا هي كانت واقفه على مطالب الثوره. وكان عندها الطريق بتاع تحقيق كل مطالب الثوره، مش زي ما احنا شايفين بتقلع بالقطاعي، حزب المؤتمر الوطني لحد الليله ما تحلى. قيادات المؤتمر الوطني ما في الليله فين بيتحاكم غير عمر البشير وبمحكمه تافهه. شركات المؤتمر الوطني، هل شركات المؤتمر الوطني معلش في زول بس هل حزب المؤتمر عنده شركات؟ ليه ما تحلت الشركات دي؟ ليه لحد الليل احنا بنعاني في تحقيق العداله؟ يعني زي جينا تكلمنا عن مجزرة فضل الاحتصام او القياده العامه، بنلقى انه الليله كل العالم الخارجي عنده قناعه راسخه انه الذي فضل الاحتصام هو المجلس العسكري، والكلام ده طلع وين يا جماعه؟ طلع في تقارير المنظمات العالميه، يعني منظمه زي هيومن رايتس توجه الاتهام مباشره للمجلس العسكري والبرهان الحميتي. ده الناس تقيف وتحسب حساباته. الثوره دي كان عندها خيار انه تحقق كل المطالب، كل المطالب جمله واحده، نتخلى عن العساكر، ندخل كل الناس دي زي ما يقول شنو في فتيل كيزان المؤتمر الوطني، حدث ما حدث ونمشي لقدام. اطماع العساكر البرهان وحميدتي،
حميدتي والبرهان هم عملاء لدول خارجيه. دي معلومه نحن نثبتها اللي هو الامارات السعوديه ومصر اللي هي كفيله الاحزاب وكفيله العساكر الليله. المجلس العسكري عنده اطماع لحكم السودان. الناس هتقول لي حميدتي حميدتي ذكرت ويتحرك بالمناسبه. حميدتي ذكرت ويتحرك. يعني حميدتي ده قبل كده قبل اسبوع كنت بتكلم عن لايف انه حميدتي هو مشروع. حميدتي ده ما ظهر كده كنبته شيطانيه، لا هو مشروع نفس الاحزاب دي بالمناسبه. يعني حميدتي ده مشروع الحركه الاسلاميه، صادق المهدي، عمر البشير. حميدتي عباره عن مشروع، وكان قبل حميدتي في منه كان في عبد الله مسار. عبد الله مسار جاب كوشيب، كوشيب جاب لك منه؟ جاب لك موسى هلال. موسى هلال جاب لك حميدتي، فحميدتي عباره عن مشروع. فالزول الذي صنع حميدتي هيلمانة حميدتي عنده القدره على تدمير حميدتي، وحميدتي برضه نفس القتل والدراما اللي كانت بتحصل. اي دراما اللي كانت بتحصل انه حميدتي ما حميدتي حميدتي وردته اتحرقت. وحميدتي كان عنده فرصه انه يمسح ذنوبه من الشعب السوداني ويكفر عن جرائمه ويكون حميدتي بالمناسبه، حميدتي تاجر الابل ده كان ممكن انه هو يترشح الى جائزه نوبل بالمناسبه. حميدتي والله تاجر الابل ده كان ممكن حميدتي تسمعه انه حميدتي يترشح الى جائزه نوبل. سلام، تكون اتفتحت له ابواب العالميه وابواب الوطن. لكن برضه زي ما الاحزاب السياسيه اختارت انه تمسح ماضيها وتنحاز الى الشعب، انحازت الى اطماعه، بنلقى انه حميدتي برضه انحاز الى اطماعه اللي هو اللي حميدتي بيوزع في اموال بيعمل وغيره. ما في واحد من ابناء الشعب السوداني متقبل حميدتي. وحميدتي كرت ويتحرك، اتحرك، والعساكر حيتخلصوا منه بالمناسبه. اذا جينا تكلمنا عن حميدتي شنو السعوديه واليمن والحرب في اليمن، الحرب في اليمن ماشي انه تنتهي بامر العالم الخارجي. حرب اليمن دي ماشي الى الانتهاء والمصالحه الوطنيه ووقف الحرب، لانه السعوديه استنزفت، لانه العالم الخارجي داق جرس في موضوع حرب اليمن. عاجلا ام اجلا سنه كم شهر كده بنلقى انه حرب اليمن دي شطبت. حميدتي ده يمشي وين؟ هيمشي وين؟ هيمشي قاتل وين تاني؟ حميدتي الليله قواته منبوذه من الشارع السوداني، حميدتي متهم بجرائم فض الاعتصام والقياده العامه. حميدتي هو كبش الفداء لبرهان والكباشي. اول ما الناس ديل ينضغطوا هيرموا لك حميدتي في فتيل. الذي فضل الاحتصام هو حميدتي، يلا امسكه. عنده قوات، قواته ضعيفه، عنده امكانيات، امكانيات حميدتي ضعيفه. دي اطماع العساكر، ومشكلة انه اطماع العساكر دي هي اللي حتودي البلد في 60,000 داهيه. حتودي البلد في 60,000 داهيه، يعني الليله البرهان بيقول انه لن نسلم عمر البشير الى المحكمه الجنائيه. لن نسلم عمر البشير الى المحكمه الجنائيه. انت داير تحسبها من ناحيه وطنيه، داير تحسبها العواطف هنا بتضرر منها 40 مليون نسمه، وبتضرر مش 40 مليون نسمه، العواطف هنا بتضرر منها جيل كامل. حته انه البرهان يصرح انه ما دارين نسلم عمر البشير الى المحكمه الجنائيه، ده حتجي اموره عكسيه على السودان. نحن شعب كان معزول من العالم الخارجي 30 سنه، عقوبات اقتصاديه، دول راعيه للارهاب 30 سنه، جوازنا السوداني ده جواز منتهي 30 سنه، ما في زول فينا قادر اذا مسكنا على التعليم ما قادرين الطلبه بتاعتنا يقدروا يسافروا برا ويتعلموا في احسن الجامعات. ليه؟ لانك انت من دوله السودان. حتى المنح المتاحه لدول نحن ما قادرين نستفيد منها، حتى الاقتصاد بتاعنا اللي اتضرر منه المواطن السوداني ده كان مش بسبب الازمه الاقتصاديه، قامت ثوره وكانت من مطالب الثورة تسليم الجنائية، ما في مواطن مستفيد منه. لما يطلع لك البرهان الليلة يقول لك أنا ما داري أسلم عمر البشير للمحكمة الجنائية، ده متتبعات القرار ده شنو؟ واحد، تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان، ده قرار لازم يمشي. والساعة الليلة العالم كله بيتكلم إنه الشعب السوداني قام بثورة عظيمة، وإنه الثورة دي نحن في انتظار، ده العالم الخارجي، الاتحاد الأوروبي، امريكا، امم متحده، في انتظار انه نشوف التغييرات الجذريه في الثوره السودانيه. يعني العالم الخارجي قاعد يتفرج. ده انا عارفك انت قمت بثوره ولا انت قمت بانقلاب بتاع قصر؟ ما طبعا انت ما حتخش الشارع
ولحد قشر عمر الخارجي. عدم تسليم عمر البشير الى المحكمة الجنائية، بيجي السؤال هنا، هل انت عندك قدرة المحاكم السودانية على محاكمة عمر البشير؟ نحن كقضاء سوداني ما عندنا القدرة ولا عندنا القوانين اللي بتسمح، ما عندنا مادة في القانون اسمها إبادة جماعية، ما عندنا قانون زي ده. هل عندنا إمكانيات إنه نحن نمشي من الليلة نبحث عن جرائم الإبادة الجماعية اللي حصلت في دارفور، المواد اللي كان بخصوص؟ لا ما عندنا الإمكانية، لكن الإمكانيات دي قاعدة في المحكمة الجنائية. طيب أنا ما عندي قدرة، ده حيترتب عليه كالآتي: استمرار العقوبات الاقتصادية على السودان اللي هو ما حيتضرر منها البرهان وحمينتي وهو الحرية والتغيير، حيتضرر منها 40 مليون نسمة وبأجياله. تمديد إن اسم السودان يكون في الدول الراعية للإرهاب، ده معناته إنه أي مواطن سوداني مسافر لازم تجيب في المطار تتفتش تتشيك، عملت شنو، سويت شنو، جوازك جاي لشنو، شايل معاك كم زلة، ما بعدها زلة في سبب متضرر منه الشعب السوداني. نفس الدول اللي كنا احنا نتعامل معنها الصين وروسيا حتبقى دي الدول، ما في دولة حتبيع لك، ما في دولة حتتعامل، ما في دولة حتديك قرش ابيض يا حمدو، ده بمخصوص حمدو ماشي وجاي البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي. هل البنك الدولي حيديك اموال وانت اسمك قاعد في الدول الراعية للارهاب؟ لا ما حيديك، لانه مؤسسة البنك الدولي تخضع لقوانين الامم المتحدة، فدي حاجات حيتضرر منها المواطن السوداني عاجلا ما آجلا. عدم تسليم عمر البشير لمصلحة منه؟ لمصلحة البرهان والعساكر. ليه البرهان والعساكر؟ لأنه عارفين لو مشى انت واحد عميل ومنبطح للخارج، امان ياسين انا عميل ومنبطح للخارج. نعم والله سبحان الله، يعني الله يا جماعة الناس تجيب أبديت جديد يا إسلاميين ويا كيزان، الكلام ده سمعناه كثير مناسبة، أنا في الميزة لي 5 سنة الكلام ده سمعناه، جيبوا حاجة أبديت، أجيبوا حاجة جديدة، جيبوا حاجة جديدة. طيب ده نحن حنتضرر منه، حنتضرر منه كأربعين مليون نسمة، لأنه البرهان عمر البشير ده مش المحكمة الجنائية ما حيسألوا أنت قتلت، لا حيبقى تحقيق من البداية، أنت قتلت كيف؟ عمر البشير سؤال طبيعي، سؤال طبيعي، سؤال طبيعي. انت قتلت الناس دي يا معنى رئيس الجمهورية، انا بتجيني تعليمات من المخابرات وانا بدي تعليماتي، جيبوا رئيس المخابرات حتلقى صلاح بوش اسم صلاح بوش حيكون ورد، انت رئيس المخابرات تعال الزول ذكر اسمك عمر البشير. والله انا كنت شوفوا قائد القوات البرية، قائد القوات البرية كان منه؟ كان البرهان، حيجي اسم البرهان وحيجرجر كل قيادات الجيش اللي هي تابعة للحركة الإسلامية، بدل ما انه يبقى عمر البشير هو المطالب الليستة حزيد، حيجي اسم عمنا برهونة حميتي حيجي برضو في الليستة، حيجي الكباشي في الليستة، دي الخايفين منها العساكر. طيب الطرف اللي بيمثل الثورة وين؟ قوى الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير ما دايرة تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية. عرفت من وين؟ امسك لك واحد بقى، ما هي مكونات قوى الحرية والتغيير؟ حزب الأمة، المؤتمر السوداني، أحزاب صغيرة ما في داعي لذكرها، حزب ناصر وحزب بحثي دي، وحزب الميرغن الاتحاديين، دي الأحزاب الفعلية محركة قوى الحرية والتغيير. حزب الأمة كان بيقول شنو عن تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية؟ ما أنت داير تعرف موقف أحزابنا كان بتمثلك موقفه شنو؟ أرجع بس شوية، أرجع 12 شهر لورا تلقى إنه صادق المهدي الزول كان بصرح بيقول لك انه نحن ما حنجر، او بيقول لك الفشة غبينته خرب مدينته، ده كان بيقوله الصادق المهدي كناية على انه نحن مفروض نتصالح مع بعض. الصادق المهدي قبل سنين مضت كان يجاهر بانه عمر البشير لابد انه تحصل مصالحة وطنية ونحن ما حنسلم، وكان بيطلع بيقول انه مشكلة السودان انه عمر البشير ده خايف من المحكمة الجنائية. شوفوا لنا مشكلة المحكمة الجنائية، يعني كان يلمح انه عمر البشير ده يا جماعة انسوا، والكلام ده دخلوا في صدام مع الحركات المسلحة لما كانوا في نداء السودان، لما كانوا في فرنسا طلع صادق المهدي قال انه نحن مشكلة السودان، الوقت ده كان المواطن يئن والناس بتموت، طلع صادق المهدي قال مشكلة السودان هي مشكلة المحكمة الجنائية، كأنه عمر البشير ده كان
مطالبينه في قضية بتاعت شيكات، لا دي قضايا بتاعت دماء ناس. ده موقف الصادق المهدي بجنبه. موقف يا عبد اللطيف قحت عاد يا عبد اللطيف خلي قحت دعك مرارا وتكرارا. خلينا نرجع كلام منطق، ده كلام ممكن تمشي تقرا تقرا تصريح الصادق المهدي، تمام؟ ما تغبش وعي الناس يا عبد اللطيف. انا ما ادري اخش معاك في مهاترات ولا ادري اخش. الصادق المهدي كان يدعو الى عدم تسليم عمر بشير للمحكمه الجنائيه قبل 13 ديسمبر. بعد الصادق المهدي لبس لك التوب بتاع الثوره ولا بد من تسليمه، دي حاجه. هل عمر البشير يتسلم حتى الوقت اللي بنتكلم عنه ده؟ لا، بس خلاص. نجي الى حزب المؤتمر السوداني الدقير. الدقير كان يصرح مرارا وتكرارا انه التسويه ما كعبه، كان بيدعو الى تسويه وطنيه مع نظام المؤتمر. تسويه معناتها شنو؟ انه نتصالح مع نظام المؤتمر الوطني. مشكلتنا مع نظام المؤتمر الوطني شنو؟ مشكله بتاع الدماء واباده جماعيه وقتل واغتصاب وتشريد، ورئيس محترف انه قتله واغتصب ما اغتصبه. فدي كلها مؤشرات مطالب الشارع السوداني اللي هو الشارع لحد الليله واعي، في حين انه الاتفاق ده تم توقيعه يوم 10. ما في داعي للمواكب، ما في داعي للمواكب. نحن وقعنا اتفاق على دولة مدنية ما زي ما جات قوى الحرية وتغيير دي دولة مدنية و المواكب بتطلع عليه، المواكب بتطلع لأنه ما في مطلب واحد من المطالب تحقق، ولأنه الشارع قدر كشف بصورة واضحة لعبة الأحزاب السياسية مع العساكر. إذا جينا تكلمنا على تفكيك الدولة العميقة ما تفكك ولا 1%. انت هتقول لي يا اخي كيف يا اخي في ناس اقالوهم من وظائف وشالوا كيزان لا، تفكيك الدولة العميقة ما معناته تشيل محمد وتجيب علي. محمد شنو كوز، علي شنو كوز. لا، الدولة العميقة دي عشان انت تفككها وهي ما عميقة واضحة لكل ابناء الشعب السوداني. نظام المؤتمر الوطني كان يعتمد على القوة العسكرية. هل نحن سيطرنا على القوة العسكرية؟ لا، القوة العسكرية اللي في يد البرهان يشكل زي ما يشاء. نظام المؤتمر الوطني كان قوة القوة الاقتصادية، سياسة التمكين، حل الشركات الوطنية، جاب شركات بتاعت كيزان اداها عقودات، الشركات دي كبرت 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 بقت هي اقتصاد السودان. شركات حكاية بتاعت 500 شركة. أسامة داود مين شركات الكيزان؟ جمال الوالي، صلاح إدريس، نافع علي نافع عنده شركات شغالة لحد اللي نوزه جمده. عبد الحليم المدعافي، علي عثمان محمد طه، غيره من كيانات المؤتمر، دين ماسكين شركات معروفة، شركات شغالة في الكهرباء، شغالة شركات في البترول، شركات شغالة في التعدين. عشان كده انت الايام دي بتحس بأزمة. الأزمة دي جاية من وين؟ ده سؤال، ده عامل زي ان احنا نسأل نفسنا سؤال، الأزمة دي جاية من وين؟ سبب الأزمة شنو؟ ما هو ما في حاجة اتغيرت. قبل الثورة كانت في مواصلات، الليلة بتاعين الحافلات مشوا وين؟ اختفوا بقدرة غادر. الليلة الوقود فيه مشكلة، ليه؟ ليه في مشكلة في الوقود الليلة؟ ليه في مشكلة في الخبز الليلة؟ وفي دولة مدنية؟ لأنك أنت ما متحكم. لأنه حكومة حمدوك ما متحكمة في حاجة. ما متحكمة في أي شيء.